أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة أن الابتكار في تقديم خدمات لوجستية بحرية متطورة يسهم في إطفاء المزيد من مستويات السلامة وتوفير تجربة آمنة لمرتادي البحر من الهواة والمحترفين تلبية لاحتياجاتهم ومتطلبات السوق. جاء ذلك لدى تفضل معاليه بتدشين أحدث الخدمات البحرية التي يقدمها مرفأ الدور الذي تديره وتشغله شركة الجنوب للسياحة إحدى الشركات التابعة لشركة ممتلكات البحرين القابضة، وذلك بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء والمسؤولين. وتتمثل تلك الخدمات في مركز الخدمات البحرية ومحطة الوقود البحرية وسفينة الإنزال والإمداد والتموين. وبهذه المناسبة قال معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة: يعد تدشيننا اليوم لأحدث خدمات مرفأ الدور والتي يعتبر بعضها الأول من نوعه على مستوى المملكة محققا للتوجهات الاستراتيجية لشركة الجنوب للسياحة التي توسع نطاق أعمالها بشكل ملحوظ على مدى السنوات الماضية وعبر مراحل متسقة، وذلك بهدف تنويع وتقديم أنشطة تنافسية أكثر شمولية. وأشاد معالي بالدور الذي لعبته الشركة منذ انتقال ملكيتها إلى شركة ممتلكات البحرين القابضة في العام 2013 في تعزيز خدمات النقل البحري والمساهمة في إثراء القطاع السياحي بخدمات بحرية عالية الجودة وتشغيل خط نقل ملاحي سياحي ولوجستي يواكب احتياجات المنطقة الجنوبية، معربا معاليه عن شكره وتقديره لكافة منتسبي الشركة على تفانيهم في العمل ومتابعتهم الحثيثة التي أسهمت في تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة لأعضاء المرفأ. ومن جانبه أوضح السيد أحمد جناحي رئيس مجلس إدارة شركة الجنوب للسياحة أن محطة الوقود البحرية التي تم تدشينها هي الأولى من نوعها في مملكة البحرين، وهي محطة بحرية متنقلة مكونة من حاويتين تحتوي كلا منهما على خزان يسع 25 ألف لتر من الوقود، وتم تشغيلها وإضافة نشاطها في السجل التجاري للشركة بعد استيفائها لشروط الأمن والسلامة من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني واعتمادها من قبل شركة نفط البحرين بابكو. وتعمل المحطة على مدار الساعة وتقدم الوقود الجيد والديزل لأعضاء المرفأ وغير الأعضاء.